لقد أثر الإسلام على الأرواح قبل العقول، مما أنتج لنا تراثاً يحمل فناً في العمارة والصناعة والتجارة والعلوم. واليوم نعود معاً لنشاهد ما كان من فن إسلامي. العرب هم أول من استخدم تاج الزهرة لاستخراج ماء الزهور منذ 1300 عام، ولعل أقدم أنواع العطور في العالم يدعى عطر الورد. وتعتبر الأزهار مثل الياسمين والبنفسج وزهر الليمون والورد وغيرها من المصادر المهمة لاستخراج العطور عند العرب. ولكن جوهر العطر يستخرج من مصادر أخرى غير الأزهار كالخشب، ولا سيما خشب الأرز وخشب الصندل، ومن الأوراق مثل النعناع والغرنوق والخزامي، ومن جذور معينة مثل الزنجبيل والسوسن. إن الطريقة العربية لصناعة العطور تكمن في استقطار تيجان الأزهار مع الماء، لقد كان لرقي المسلمين معنى جديدا في استخدامه للعطور، فقد قام المسلمون بمزج العطور بالمواد التي تبنى بها المساجد. ومع الفتوحات الإسلامية تم إعادة نشر العطور في أوروبا وآسيا. وقد أخذت أوروبا تحديداً أغلب طرقها من العرب الذين أضافوا الكحول إلى العطور لاحقاً. فن صناعة العطور العربية فن باق كما هو ديننا. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة اشتركوا الآن.